معكم حسن الأسيل، أنا جون أكتيفيست دون لا سوسيتي سيفيل في مدينة الحمامات وطالب ماستر أون بيزاج إي سيستم دوميناجمون. لو بيزاج إي لو بيزاجيزم سي أن دومين فريمون دورابل، أن دومين كي ريبون ديفيرونس أوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل. الدومين هذايا مازال ما لقاش حظه بالكدا ومازال ما يعرفوش العباد الكل. وطلبة احنا مازلنا نلوجوا في رواحنا في حاجات أخرين وفي دي دومين أخرين خاطر ما نلقاوش نخدم وما نلقاوش معناتها لونتربرونيا في الدومين هذايا. هذاك علاش باش يلقى البروجي هذايا وباش يلقى الدومين هذايا نتاعو الحظ نتاعو اليوم وخاطرني حبيت نحافظ على الدومين نتاعي ونستحفظ عليه لقيت ممكن في البروجي ريسمايل فرصة إني نمشي في لونتربرونيا إني نكون عارف روحي ونعمل بروجي اللي يحقق لي الرونتابيليتي ايكونوميك مع الحلم الانفيرونمونتال ومع الحلم البيئي اللي نتبعو الناس الكل وانو نشوفو الدنيا زينه والدنيا مزيانه. لو بروجي اسمايل اليوم ينجم يكون فرصه لبرشا شباب كيفي انا، الشباب اللي ما لقاوش خدم ولا اللي ما كملوش قرايتهم واللي انتريسي بالميزار انفيرونمونتال ولي ميتي انفيرونمونتال انهم يلقاو رواحهم وانهم يحققوا مشاريعهم وانهم ينجزوا ويبدلوا.